السلام عليكم، معكم دكتورة سعاد الفريح، خبير تنمية مستدامة ورئيسة الرابطة الكويتية التطوعية للتوعية عن السيلياك. مرض السيلياك مثل ما ذكرنا في السابق هو مرض مزمن يصيب الجهاز الهضمي بسبب تحسس من بروتين اسمه الجلوتين، موجود في 3 أنواع من الحبوب اللي هي القمح والشعير والجودر. وايد ناس يتساءلون ليش انت قاعد تسوين كذي، شو السبب اللي يخليك قاعده توعين الناس؟ طبعا يمكن الدعم الحكومي حقنا يعني يكاد يكون معدوم، عشان نكون يعني واضحين وصريحين، لان يعني هذه مجهودات شخصيه. انا اصبت في مرض السيليك او تشخصت بالامانه مرض السيليك سنه 2008 بعد معاناه استمرت 10 سنوات من 1998 وانا تعبانه وما حد يدري شنو فيني. لما تشخصت بال 2008 بديت اقرا عن هذا المرض وبديت اعرف ان المرض يعني مضاعفاته خطيره، وفي نفس الوقت يعني هو مضاعفاته خطيره لكن في نفس الوقت العلاج ماله بسيط جدا، انه هو الانسان يلتزم في حميه خاليه من الجلوتين مدى الحياه. فقعدت افكر قلت ليش يعني ما فيها التوعيه، ليش الدوله مو مهتمه، ليش هذا. فبديت احاول يعني اوجه جهودي للتوعية عن مرض السيلياك. أول شيء طبعا بدأت بالوسائل التواصل الاجتماعي، وبعدين شوي شوي سوينا الفريق في 2010، وبعدين تحول إلى رابطة في 2016 وبدأنا نوعي عن مرض السيلياك. لما بديت أشوف الناس وأقعد معاهم وأشوف مشاكلهم وأقف على نوعية هالمشاكل، حسيت أن أنا ما أقدر أوقف لحد الحين، يعني لازم أستمر بالتوعية. لأن في ناس يقعدون، أنا يمكن قعدت 10 سنوات لكن في ناس اللي واجهتهم قاعدين 20 سنة مو متشخصين، مع أنه قاعد يروحون حق دكاترة يعني كبار ويروحون حق دكاترة مشهورين، لكن المشكلة أنه هما الأطباء مو قاعدين يربطون مجموعة الأعراض في بعض. يعني هذا السبب اللي خلاني أنا لا، لازم أوعي الناس، لازم أخلي الناس يعرفون أن هذا المرض موجود، لازم أخلي يعني الشخص ممكن يعني في مدرسة من المدارس اللي رحنا لها قدمنا توعية، في طفلة قالت جتني قالت لي، أو هي ممكن بالثانوية جت قالت هالأعراض كلها موجودة عند يدتي، انت فطنتيني خليتيني وقاعده صار لها سنوات وقاعده تعاني من موضوع الاعراض هذه من غير تشخيص مناسب. فبالتالي انا بروح لها اليوم وبقول لها عن هذا المرض وخليها تروح. فهذه الاشياء اللي تخلي الواحد يستمر بالتوعيه عن هذا المرض عشان يقدر يوصل حق الناس المصابه بهذا المرض. نسبه الاصابه بهذا المرض تقريبا بالعالم 1%، يعني في الدول أمريكا والدول العالم كلها تقريبا 1% هذه النسبة اللي مقدرة للإصابة بالمرض. وإذا تتخيلون أن يمكن 80% في أمريكا مو مشخصين من مرضى السيلياك، مو مشخصين، ما وصلوا أنهم يتشخصون، فكم نسبتهم بالنسبة حقنا في العالم العربي؟ في دراسة بالسعودية سووها، لقوا أن يعني دراسة سووها على 1200 طالب، لقوا أن من مختلف مناطق المملكة، لقوا أن نسبة الإصابة بمرض السيليك 2.2%. فإذا هذه النسبة طبقناها بالكويت، لأن احنا عندنا نفس تقريبا العادات الغذائية، نفس تقريبا الأصول، نفس الثقافة، فنلاقي أن ممكن العدد يوصل حق تقريبا 70,000 كويتي، وعدد المشخصين اللي احنا نعرف أنهم مشخصين تقريبا بحدود 500 واحد. فبالتالي وين الناس بعدهم ما تشخصوا؟ خلونا نستكمل معاكم في الفقرة الجاية إن شاء الله. يعتبر التوت بكل أنواعه من أهم الفاكهة المركزة بالعناصر الغذائية، فهو غني جدا بالعناصر النباتية الصحية والمواد المضادة للتأكسد، خاصة الفيتامين سي. نستكمل معاكم فقرتنا السابقة ونقول ان احنا
بديت أنا أوعي عن مرض سيليك لأني حسيت استشعرت بالمسؤولية المجتمعية هذه، إن أنا علي مسؤولية كإنسانة يعني قدرت أقرأ عن مجموعة الأعراض المشتركة المسببة حق مرض السيلياك أو مضاعفات مرض السيلياك، وبالتالي هذيلا كلهم بديت أقرأ عنهم بالتفصيل. سويت موقع إلكتروني، سويت عدة كتب، يعني يمكن تقريبا وصل عددهم 10. إحنا ذكرنا قبل أن أنا كتبت 6 قصص للأطفال، وكتاب اللي هو قصتي مع السيلياك، وكتاب مريض السيلياك المراهق، وفي كتاب باللغة الإنجليزية، لأن احنا لما طلعنا توعية عن مرض السيلياك في المجمعات وفي حتى في المستشفى العسكري مرة رحنا، يعني كان في وايد هناك أجانب أمريكان وغيره، فلقينا أن هم ما عندهم، بعضهم ما عندهم فكرة عن مرض السيلياك، فسوينا هذا الكتاب وبدأنا ننشر ونوزع هذه الكتب تقريبا بالمجان على مرضى السيلياك المصابين يعني. فبالتالي المسؤولية هذه اللي الواحد يستشعرها أنه هو لازم يوصل معلومة والرسالة هذه أنه حق أكبر عدد ممكن من الناس، عشان ما يظل مريض السيلياك يعاني وهو ما يدري شنو مرضه. يعني أغلب الأطباء للأسف يشخصون مريض السيلياك على أنه هو مريض قولون عصبي، وإحنا دائما نقول حق مريض السيلياك لا تقبل أن أنت، أو حق المرضى لا تقبل أن أنت يشخصونكم أن أنت وعندكم قولون عصبي، لأن القولون العصبي لا أسباب محدودة، لكن باقي أنواع الأسباب لازم تذكر قبل ما يتشخص المريض يقولون أنه هو مريض بالقولون العصبي. في أسباب كثيرة ممكن تؤدي حق نفس الأعراض اللي هي الإمساك والإسهال والغازات وعدم هضم الطعام. نكمل معاكم إن شاء الله بعد الفاصل. إن الجهاز العصبي هو الذي يجعل الإنسان يشعر ويحس، بالإضافة إلى أنه يجعله يستجيب لما يدور في الخارج، وهو يحفز من وظائف الجسم منها الهضم وأيضا التنفس، وهو يتألف من الحبل الشوكي وأيضا الأغشية الدماغية بالإضافة إلى الدماغ. طبعا خلال مسيرتي الحمد لله في التوعية عن مرض السيلياك يعني تلقيت عدة جوائز، يمكن كان أقربها للقلب اللي هي جائزة الكويت أو جائزة الدولة للمحتوى الإلكتروني اللي فاز فيها موقعي بالجائزة هذه، كان يعني يمكن أقربها للقلب، لأنه لما تحس أن أنت مكرم أو مقدر من بلدك هذا شيء كبير جدا. تكرمت طبعا في لبنان، في السعودية، في الإمارات، جائزة المرأة الملهمة في دول مجلس التعاون الخليجي، كان بالنسبة لي شيء جدا جميل أن أنا أكرم بهذه الجائزة. كرمت طبعا في البحرين أول كويتية من رواد العمل التطوعي في العالم العربي اللي كانت تحت نطاق أو جامعة الدول العربية اتحاد العمل التطوعي في العالم العربي، بوجود طبعا ممثلين من اليونايتد نيشنز. هذه الجوائز بالإضافة إلى عدة تكريمات يمكن من عدة دول، هذه كلها تخلي الإنسان اللي عنده عمل تطوعي يعني يقول يمكن أنا ما أخذ الشيء هذا بصورة مادية، لكن الشيء المعنوي هذه جائزة فخر أن الإنسان يستطيع الحصول على مثل هالجوائز، هي هذا التقدير اللي الواحد يطلبه، أن أنا سويت عمل تطوعي في مقابلة، ما في مقابل مادي لكن المقابل المعنوي، الجائزة هذه اللي الواحد تحصل عليها. يعطيكم العافية، ودي أني أتكلم أكثر عن مرض السيلياك، لكن يعني أحس أن أنا يمكن طولت عليكم، لكن إن شاء الله باستفادة، وإن شاء الله تقدرون أن أنتم تتواصلون معنا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وحياكم الله، نرحب فيكم في كل وقت، ويعطيكم العافية.